السيد رئيس المحكمة المحترم، تنص المادة 64 فقرة إليف من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 على لا يجوز توجيه أي سؤال إلى الشاهد إلا بإذن القاضي أو المحقق، ولا يجوز توجيه أسئلة غير متعلقة بالدعوة أو أسئلة فيها مساس بالغير، ولا توجيه كلام إلى الشاهد تصريحا أو تلميحا أو توجيه إشارة مما ينبني عليه تخويفه أو اضطراب أفكاره، كما تنص المادة 64 فقرة باء من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 على لا يجوز منع الشاهد من الإدلاء بالشهادة التي يرغب فيها ولا مقاطعته أثناء أدائها إلا إذا استرسل في ذكر وقائع غير متعلقة بالدعوة أو وقائع فيها مساس بالغير أو مخلة بالآداب أو الأمن، كما تنص المادة 19 ثانيا من ضمانات موكلينا على المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام المحكمة وفقا للقانون عليه ووفقا لقانون المحكمة وقواعد إجراءاتها ووفقا لكل القوانين، فإن أي متهم يحتفظ بكل حقوقه المعنوية والاعتبارية ما لم تثبت إدانته، وبهذا ترى هيئة الدفاع بأنها تسجل اعتراضها على تدخل المحكمة الموقرة بإرغام الشاهد على استبدال العبارات التي اختارها هذا الشاهد بملء إرادته إلا إذا كان قوله قذفا أو شتما أو إساءة، من حق المحكمة أن ترده، وعليه فإن هيئة الدفاع تصر على أن السيد الرئيس صدام حسين هو رئيس الشرع العراق حكما وقانونا، طالما أن الغزو باطل وكل ما بني عليه باطل جملة وتفصيلا. مع شكرتك. هاي خليها للمطالعة. هاي آخر مرة نقول لك يا خليها للمطالعة. ما لا، هي ملاحظات أستاذ. يلا، أنت ملاحظاتك كثيرة. من حق أستاذ. أي حقك.